فنان محمد رشاد منورنا بشبكه ايرم نيوز. اهلا بيك معانا. اهلا بيك علي واهلا بكل شبكه ايرم. محمد مبروك كليب حته بسكوت، الاغنيه تعاونت فيها مع ملك عادل والحان مديان تمام وتوزيع اسامه عبد الهادي. كلمنا بقى عن الكليب والانتقادات اللي وجهت للكليب من خلال بعض الحاجات اللي حصلت فيه. كليب الحمد لله زي ما احنا قلنا كده كلمات ملك عادل والحان مديان وتوزيع اسامه عبد الهادي. الاغنيه الاوديو عجب الناس كلها الحمد لله يا رب. الكليب كان فيه شويه انتقادات بسيطه كده على الرأس على الموديل على الكلام ده كله، بس ده طبيعي لان ده اول عمل يعني او اول تجربه ليا في الكليب. فطبيعي يعني ان انا لما اقول حته بسكوت اكيد مش هقولها للحيطه، مش هقولها لواحد صاحبي، مش هقولها الكلام ده، اكيد هقولها لوحده فبنوته جميله. ف يعني يمكن يكون كان في حاجات هم شافوا ان هي اوفر شويه، انا شايف انها كانت من اقل الحاجات، بس برضو احتراما لرايهم اللي على راسي طبعا. كل اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه تفادي للحاجات دي عشان ما يبقاش في حد زعلان، والله المستعان. حتى الردود الافعال الايجابيه هي كلها ردود افعال ايجابيه حتى في النقد، يعني هم شايفين محمد رشاد الانسان السوي اللي بيحترم جمهوره، فمش عايزين يشوفوا مش عايزين يشوفوا محمد رشاد في شكل هم مش عايزين ده. هم حابين الحمد لله يا رب، حابين الاحترام، حابين الشخصيه اللي هم شافوها وعاشت معاهم في 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 ارب ايدل وبعد ارب ايدل. بس يعني بيبقى فيه احيانا يعني تجارب لازم تحصل علشان تشوف ده، علشان يظهر لك ان الناس لا احنا عايزينك في كذا، وكل واحد رايه يحترم طبعا على راسي. ألبوم محمد رشاد مقرر تشغل عليه، تعاون فيه مع الفنان الكبير سامو زين، هو منتج الألبوم. الألبوم بقى وتفاصيل الألبوم استقريت على أغاني ولا لسه؟ والله علي يعني لحد دلوقتي احنا بنسمع من ناس كتير، بنسمع من أسامي كبيرة، بنسمع من ناس جداد. الحاجة اللي بنستقر عليها دايما بتبقى يعني ليها موضوع، ليها كلامها كويس قوي. يمكن ما استقرناش على حاجات كتيره لسه، احنا اوريدي عندنا كليب او كليبين ان شاء الله الفتره اللي جايه هينزلوا. فلحد دلوقتي لسه الالبوم في مرحله الاختيارات الاولى خالص، بس فربنا يسهل يا رب ودعواتكم. ادعي لي انت علي. هل هيكون في تعاون في دي وبينك وبين الفنان سامو زين بحكم ان هو المنتج، ولا لسه المرحله دي مؤجله شويه؟ والله الفكره موجوده ما بين دي وانا وسامو، ما بين اكتر من اسم تاني، اكتر من اسم برضو مطربين كبار. بس يعني مش هتبقى هي اللي جايه، او مش هي اللي بعد اللي جايه مثلا، لا ممكن تبقى في السنه اللي جايه ان شاء الله يكون نزل كليبين ونزل اغنيتين كمان، يعني يكون في التعويض بس عن فتره الغياب في الكليبات بالذات على الشاشه. وبعد كده ان شاء الله يكون في ديو محترم باذن الله يا رب. رشاد انت اثبتت وجودك في الاغنيه الشعبيه، شايف انت امتداد لمين من نجوم الاغناء الشعبي في الوطن العربي؟ بص يا علي، امتداد لمين؟ هو انا ما اقدرش اقيم نفسي واقول لك انا امتداد لعزبي، ما اقدرش اقول لك انا امتداد لرشدي، ما اقدرش اقول لك انا امتداد لعدويه. يعني يمكن كل دول انا بغني لهم بحبهم جدا. في ناس كتير شافتني عدويه بعد ما غنيت ما بلاش اللي انت معانا في اول حاجه خالص، في ناس كتير شافتني رشدي بعد ما غنيت طير يا هوا وغنيت له برضو عدويه، في ناس كتير يعني بيشوفوني يعني. فانا الصراحه انا بشوف ان انا مطرب الحمد لله، بغني اكتر من شكل، بغني اكتر من لون، شعبي وطربي وستايل وخليجي ولبناني ومغربي. ف يعني انا حابب كده، انا حابب ان انا اغني كل حاجه لكل الناس، عشان مش كل الناس اذواقها زي بعض. الاغنيه الشعبي في مصر دلوقتي يمكن هي المنتشره اكتر، لان قريبه لاحوال الناس، قريبه لمشاكلهم، قريبه لحياتهم، قريبه للديتيلز الصغيره اللي بتحصل في يومهم. فانا شايف ان هي الاغنيه الشعبيه هي اصلا من قلب الناس، فطبيعي بتاع ان هي تبقى موجوده. بس يعني نرتقي بقى بالمعاني، نرتقي بالموضوعات، نرتقي بالمواضيع اللي احنا بنقدمها علشان
الاغنيه الشعبيه ترجع زي العزبي ورشدي والناس عبد المطلب اللي احنا اتربينا عليهم، اللي انا غنيت لهم في البرنامج مواضيع وكلام والحان وكل حاجه. رشاد مش هطول عليك، رصيدك في الاغاني الوطنيه كبير، هل في اغاني وطنيه هتطرحها في الفتره القادمه ولا لا؟ والله لو في حاجه تستدعي انا اكيد ما اتاخرش عن مصر، يعني انا يعني زي ما زي كلنا، يعني كلنا في ده تراب مصر، فلو في حاجه تستدعي انا عمري ما هتاخر، بس يعني في الفتره برضو اللي احنا فيها انا مش شايف ان في مشاركه ممكن اعملها وطنيه هتبقى يعني هيبقى ليها حاجه اضافه مثلا، فيعني الله المستعان، كل حاجه دي بتظهر وبتيجي.